السلام عليكم بنات، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ هانين، كلشي مزيان، صحتكم لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. متتبعين ديال وصفات حنان، كيف دايرين؟ كلشي مزيان الحمد لله. كيف درتو مع هذا البرد؟ كيف درتو مع التسمر؟ كاين البرد البنات، الجو بارد، هذا وقت البرد. ايوا الحمد لله والشكر لله. المهم البنات جيتكم بنهار جديد ولا فيديو جديد. في هذا لا فيديو غنستعمل معكم واحد الكيكه ديال المول الطويل، تتجي خفيفه ورائعه ويوميه، تقدري ديريها كالوليدات وتخليها في الثلاجه، ما تيخسر ليها حتى شي حاجه، تجي واعره البنات. تقدر ديريها في المول الطويل او اي مول، نتوما على حسب الرغبه. المهم انا غناخذ هذا المول، هذا هو اللي غندير فيه الطويل هذا. تقدروا ديروا في اي مول عندكم، ما المهم على حسب الرغبه ديالكم وانتوما شنو بغيتوا. ندوزوا بسم الله على بركه الله، ندوزوا المقادير وطريقه التحضير. وبلا ما نطول عليكم لا فيديو، عندي هنا اربعه البيضات البنات. انا عندي بيض حجم صغير، عندي اربعه البيضات عفوا. عندي كاس لاروب ديال السكر حبيبات، كاس لاروب ديال الزيت، قفصه ديال الملحه، مع قفصه ديال الملح البنات، مع معلقه ديال الماء ديال الزهر. ها هو تيجي رائع في هاد الكيكه. تقدروا تنسموا بقشر ليمون او قشر حامض او اي نسمه بغيتو نتوما. عندي واحد الياغورت هنايا ديال الفاني، حتى هو من وزن 10 غرام. المهم تقدروا ديروا اي ياغورت، ولكن هذا ديال الفاني تيجي فيها احسن. عندي جوج كوكوس ديال الدقيق الابيض، انا الكاس اللي خديت به العبار هو هاد الكاس ديال العنبه. عندي هنا جوج ساشي ديال الخميره من وزن 8 غرام 16 غرام، وعندي واحد صاشي ديال الفاني. صافي البنات، هما المقادير. ندوزو لطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله، المقادير ساهلين وبسيطين. بسم الله، نغسلو البيض ديالنا هو الاول. صافي هاني هرس البيض هنايا، وندير ليه قفصه ديال الملحه. صافي من بعد ما هرس البيض زدت عليه قفصه ديال الملحه، ونزيد عليه واحد الساشي ديال الفاني حتى هو. نزيد عليه السكر حبيبات، وديما البنات السكر على حساب الذوق، تقدروا تزيدوا او تقدروا تنقصوا. المهم غندمج هاد المكونات مزيان كاملين. تقدروا تستعملوا الخلاط ديال العصير او الخلاط اليدوي، المهم على حساب الرغبه، او ديال هذاك ديال الضو اللي عندكم، انا ما متوفرش عندي. المهم على حساب الرغبه. المهم غنمجج هاد المكونات مزيان مزيان، وهاني معكم. صافي من بعد ما مججت المكونات اللي عندي، البيض والسنيده ها هو، ها هما تا الفاني عفوا، تتبدل عندي اللون ديالهم. دابا غنزيد عليهم الزيت، صافي غنمزج عاوتاني واحد شويه. ومرحبا بالناس الجداد اللي تيدخلوا عندي، مرحبا بهم الف مرحبا، مرحبا بهم في قناتهم. ولي اول مره كتشوف قناتي، ما تنساش تفعل زر الجرس، وفضلا وليس امرا تخلي ليا واحد التعليق زوين، وتخلي ليا واحد البصمه ديالها. الله يجازيكم بخير، وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد، كل ما هو جديد ديال وصفات حنان. وشكرا لكم على الدعم، شكرا لكم بزاف بزاف، ربي يخليكم. صافي دابا من بعد ما خلطتهم مزيان، صافي ها هو تبدل اللون ديالهم ولا هذا الشكل هذا. دابا غندير الدقيق والخميره اللي عندي، الياغورت غنخليه حتى نخلط. المهم انا خديت هنا جوج كيسان، غندير النص ونعاود ندير النص اخر. شكرا لكم بزاف بزاف البنات، ربي يخليكم، الله يعطيكم الخير. كاع اللي تيدعموني واللي تيشجعوني شكرا ليهم، ربي يخليهم، الله يجازيكم بالخير. ونتمنى نكون ظريفة خفيفة على قلوبكم. صافي خلطوا غير بشوية، صافي دابا بعد ما خلطتهم ها هما القوام ديالهم. اللي كنديروا لها الدقيق حتى تقال، ولكن غتخفف دابا. هانتو راه جوج كيسان انا ونص، هز بحال هزت ليا كاس ونص. المهم دابا غندير هاد الياغورت اللي عندي، غندير
نديرو غادي نخلط. شتو البنات هاي بدات تخفف، شتو هاي خفافت بعد ما درنا لها ياغورت خفافت. دابا غندير واحد المعلقة ديال الماء الزهر تيعجبني، الماء ديال الزهر عفوا. صافي حتى يعجبني صافي. ها هي من بعد ما مجتها مزيان 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 مزيان، شتوها القوام ديالها كيجي على هذا الشكل هذا. المهم ما تكونش خفيفه بزاف وما تكونش ثقيله بزاف. المهم الا ضفتوا ليها الياغورت وبانت لكم خفيفه عاودوا زيدوها شويه دقيق باش ما تطلعوش عاود تهبط لكم في الفران، شتوها على هذا الشكل هذا. المهم هي غنخليها على جنب وغنمشي ندهن المول ديالي بشويه الزبده ونغبرو بالدقيق وهانتوما معايا. صافي من بعد ما دهنت المول ديالي بالزبده وغبرته بالدقيق هاني رجعت معكم. ها هو بسم الله على بركه الله، نهزو يدينا الفوق باش يدخل ليها الهواء وتجي مهويه. في هاد الاثناء راني شعلت الفران ونقص ليه بشويه حتى الكيك تتبغي تكون فران سخون، نقصوا ليه بشويه البنات. صافي صافي هاي الكيك ديالي غندخلها الفران حتى طيب على عافيه مهيله طيب مزيان، ورجع ان شاء الله نتلاقى معكم باش نوريها لكم ان شاء الله ملي طيب ونبغي نزينها غنوريها لكم ان شاء الله باذن الله نتوما. بعد ما طابت الكيكه ديالي وجبتها من الفران تجي على هذا الشكل هذا، راني حيدتها درتها في المول شوفوا البنات. المهم غنخليها شويه حتى تبرد وغنمشي ندوب بشويه الشوكولات باش نزينها هكا، وتزين ديما تبقى على حسب الاختيار. هانتوما معايا البنات هاني من بعد ما ذوبت شويه الشوكولات هكا. المهم دابا غادي نزين به وتزين البنات ديما تبقى على حسب الاختيار، تقدروا تخلوها هكا تقدروا تزينوها بالمربى مع الكوك. المهم نتوما على حسب الرغبه ديالكم وشنو تيبغوا الوليدات ديالكم، المهم ديروا على حسب اشنو تيعجب الوليدات ديالكم. في نستمر على هذا الشكل هذا حتى نزينها حتى ندهنها بهذا الصوص ديال الشوكولاط اللي عندي وانتم معايا ان شاء الله. صافي من بعد ما زينتها بالصوص ديال الشوكولاط دابا غناخذ شويه الشوكولاط وغنحكوا عليها من الفوق اختياري. المهم البنات زين اختياري ديما تبقى اختيار اشنو بغيتو اشنو ما بغيتو. صافي غنستمر هكا نحك على هاد الشوكولاط مزيان ونرجع ان شاء الله باش نوريكم الشكل النهائي ديالها. هانتوما معايا وهي البنات من بعد ما زينت الكيكه ديالي وقدمتها على هاد الشكل هذا تتجي خفيفه وراقيه في الشكل وزوينه. نتمنى البنات تجربوها واللي جربتها ما تنساش تخلي لي في التعليقات تقول لي كيف جاتها، واللي كتشوف قناتي اول مره تنقول لها مرحبا مرحبا اختي فعلي جرس الجرس باش يوصلك كل جديد ديال وصفات حاليا. وما تنساوش البنات لي لايك والبارطاج وشكرا لكم بزاف بزاف على التشجيع. ربي يخليكم الله يحفظكم ليا ويعطيكم الخير. شكرا لكم. شوفوا البنات كيف تتجي هانتو راني قطعتها نتو تتجي خفيفه شوفوا البنات تتجي بحال البونج راه تتجي رائعه رائعه. غير جربوها البنات وردوا عليا قولوا لي كيف جاتكم. وما تنساوش البنات البارطاج بارطاجوا القناه مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده. شوفوا البنات راه من التقطيعه كتبان خفيفه شوفوا انتو شتوها راه كتجي رائعه راه كتجي فن البنات وكثر من رائعه انتو كتجي زوينه زوينه بزاف بزاف البنات. هاد الكيكه هادي كتجي خفيفه وانتفاجيه شوفوها انتو شتوها شوفوا البنات راه تتجي بحال البونج من الداخل راه تتجي مهويه وزوينه ورطبه وما تتجيش فيها تتجي مطقبه وزوينه. الاسادي النجاح ديال الكيكه فيما تشوفوا الكيكه مخركه تقولوا احنا مخركه من الداخل عرفوها راه ناجحه 100% البنات. وهذا ما كان البنات انا تنبغي نشارك معكم اي حاجه هكا درتها تنبغي نشاركها معكم. وما تنساوش البنات الدعم ديالكم واللايك ديالكم وشكرا لكم بزاف بزاف. ربي يخليكم الله يحفظكم ليا الله يعطيكم الخير والى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله. ما تنساوش البنات البارطاج واللايك وشكرا لكم ومع السلامه وبالصحه والراحه. باي باي الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله.